الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بليات ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، أهب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. فنسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نرى. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. وصلنا بفضل الله عز وجل في رحلاتنا القرآنية إلى صفحة رقم 373، وهذه الآيات الكريمة التي في هذه الصفحة فيها استكبار قوم هود عليه السلام وإهلاك الله تبارك وتعالى لهم. استكبار قوم هود عن الانقياد للحق، عن الانقياد لطاعة الله جل وعلا، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم، وبماذا أهلكهم الله عز وجل لما عصوا نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الصفحة الكريمة قصة قوم الصالح عليه السلام، أصحاب الناقة الذين كفروا بالله عز وجل وآياته ومعجزاته، ولم يستجيبوا لصالح عليه السلام، فأهلكهم الله عز وجل بصيحة جعلتهم كالرميم. تبدأ الآيات الكريمة بقوله تبارك وتعالى: إن هذا إلا خلق الأولين. طبعا هذا تتمة القصة السابقة التي مرت معنا. إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ليس هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم، إنهم يعني عادتهم وأخلاقهم إنهم دايما إيه يعني في عنادهم مع أنبياء الله جل وعلا، وفي عدم قبولهم للحق، وفي اتباعهم للأباء والأجداد. إن وجدنا أباءنا على أمة، وإن على أثرهم إيه مهتدوا. إحنا طلعنا لقينا اللي قبلنا بيعملوا حاجة، فإحنا مصرين عليه. يا جماعة نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل الصح. يقولوا لا، إحنا وجدنا إيه أباءنا على أمة، على طريقة معينة، لازم نكون على هذه اللي الطريقة، يرثوا هذه الطريقة حتى وإن كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الله تبارك وتعالى يقول عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين، يعني عادتهم وأخلاقهم على هذا الحال. وما نحن بمعذبين، يعني يقولون ولسنا بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. من الذي كذبوا به؟ سيدنا مين؟ هود عليه السلام. فاستمروا على تكذيبهم نبي الله عز وجل هود، فأهلكهم الله عز وجل بسبب تكذيبهم بالريح العقيم. إن في ذلك لآه، يعني إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين. وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني وما كان معظمهم مؤمنين بالله جل وعلا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني إن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى قصة ثمود قوم سيدنا الصالح عليه السلام. كذبت ثمود المرسلين، يعني كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم لنبيهم صالح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، يعني سيدنا صالح قال لهم، والله تبارك وتعالى يقول أخوهم يعني أخوهم في النسب، ألا تتقون الله بترك عبادة غيري خوفا منه.
إني لكم رسول أمين. يعني سيدنا صالح بيقول لهم إني لكم رسول أرسلني الله عز وجل إليكم أمين، يعني فيما أبلغه عنه لا أزيد ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون، يعني فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني بيقول لهم يا جماعة أنا مش عايز منكم أجر، مش عايز منكم مقابل لذلك، وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون، وأنتم مفكرين أن نعم الدنيا دي لا تزول حتى وإن سكنتم في القصور، حتى وإن أكلتم من أطيب الثمر ومن أجمل يعني مما أخرج الله تبارك وتعالى لكم من الأرض من الفواكه والحب ومثل ذلك، أنتم مفكرين أن كنتم هتظلوا على هذا النعيم؟ هذا نعيم زائل، نعيم إيه؟ زائل غير دائم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، يعني في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني وزروع ونخل ثمرها لين نضيج، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني تقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحته. جماعة دولت كانوا بلغوا درجة عالية جدا من الفن، تقولش انت فنان، الفن بتاعك ده ما يجيش جنبهم 1%، لو انت يعني بتزاول اي مهنة من مهن الفن. شوف الجماعة دولت كان عندهم فن عظيم قوي، ومع ذلك الله عز وجل اهلكهم وما نفعهم يعني ايه ما كانوا عليه من النعم، يعني كان عندهم النعمة دي لم يستغلوا هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني تقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحته. شوف دلوقتي لو عايزين يعملوا أي حاجة في جبل أو يزيلوا جبل أو الكلام ده، شوف بيستخدموا أجهزة وآلات ومعدات وحاجات يعني بلغت درجة عالية في الصنع. لا الجماعة دولت ما كانش عندهم آلات ولا عندهم حاجة، لكن سبحان الله الله تبارك وتعالى أعطاهم القوة وأعطاهم الفن في النحت وفي الرسم وفي مثل هذه الأمور. فاتقوا الله وأطيعون، يعني فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، يعني ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي. لو أنت لك صاحب سيء، صاحب عاصي، صاحب بعيد عن الله عز وجل، حاول ابتعد عنه، ادعوه إلى الله عز وجل وابتعد عن طريق، اوعى يسحبك هو الطريق، لا اسحبه أنت للخير، اسحبه أنت للخير معاك، ما تخلوش هو اللي يأثر عليك ويسحبك إلى الإيه؟ إلى الشر. ولذلك قالوا الصاحب إيه؟ الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح يعني إما أنه ينفعك بكلمة طيبة أو بدعوة طيبة أو بأي شيء، إنما الجليس السوء مش هتجد منه إلا الريح الكريهة، مش هتجد منه إلا الشت السب الأسلوب يعني الغير مهذب هكذا. ولا تطيع أمر المسرفين، تسمعش كلام الجماعة دول الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله، لأن الإنسان بيصلح نفسه لما بيلتزم بطاعة الله عز وجل. أنت لما بتلتزم بالقرآن وتعليم القرآن أنت كده بتربي نفسك تربية إيمانية صحيحة. قالوا إنما أنت من المسحرين، ده كان ردهم، قال له قومه إنما أنت ممن يعني سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها. ده بيقولوا الكلام ده لمين؟ سيدنا مين؟ سيدنا صالح عليه السلام، بيقولوا أنت مسحور
انت ايه مسحور بتتكلم كلام يعني ايه ما ينفعش يتهموا بالجنون بالسحر كما اتهموا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين. يعني بيقولوا لست الا بشرا مثلنا لست الا بشرا مثلنا فلا مزيه لك علينا حتى تكون رسولا. فأتي بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعي من أنك رسول. هات لنا كده معجزة آية عشان نصدق كلام. على طول دعا الله سيدنا صالح عليه السلام فاستجاب الله تبارك وتعالى بإخراج الناقة. الناقة دي خرجت منين؟ من الصخر. سبحان الله. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني قال لهم صالح عليه السلام وقد أعطاه الله عز وجل علامة وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة. هذه ناقة ترى وتلمس لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم ولا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو إيه نصيبها. ده شرط عليكم. ده ايه شر محدش يتعدى هذا الامر. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. محدش يمسها بايه بسوء ولا تمسوها بما يسوءها من عقر او ضرب عقر والذبح يعني او ضرب فينال لكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم. فعكروها فأصبحوا نادمين. لا فعكروها كمان الفاء للتعقيب والسرعة ده على طول بمجرد هو قال لهم كده فكروا ان هم يعملوا ايه يعملوا هذا المنكر فاتفقوا على عقرها. فعكروها او فعكرها اشقاهم فأصبحوا نادمين على ما قدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لمحالة. لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع. خلي بالك هنا في سورة الشمس فيها ذكر إيه هذه القصة يعني شيء مجمل كده. الله تبارك وتعالى قال إيه فانبعث إيه فانبعث أشقى القوم واحد منهم بس اتفقوا وجابوا الشخص ده وأعطوه مقابل والكلام ده عشان هو اللي يبح الايه يبح هذا النقل. فربنا تبارك وتعالى هنا قال ايه فعقروها. طب ليه هو واحد بس ولا هم كلهم؟ هو واحد بس هم حضوه على فعل هذا المنكر لذلك هم مشتركين معاه في هذا الامر. لذلك بنقول خلي بالك اوعى تحض على معصية وتقول ماليش دعوة هو اللي عمل. لا انت ادم انت ساعدته في كده يبقى انت برضو ايه مشترك معاه في هذه الجريمة. انت مثلا جالس في مجلس واحد مثلا الناس اللي جالسين اغتاب واحد اتكلم في عرض حد او الكلام وانت مشارك معهم جالس في المجلس وراجل طيب وقاعد ساكت والكلام انت مشترك معهم كذلك في الايه في هذا الامر في الوقوع في الاعراض وفي الغيبة والنميمة وهذا الكلام. اما ان تنصرف عن المجلس واما ان تنهى عن هذا الايه عن هذا المنكر. فعكروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. يعني فاخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة. ان في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وان ربك لهو العزيز الرحيم. يعني ان ربك لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب من عباده سبحانه جل وعلا. الفوائد رقم واحد توالي النعم مع الكفر استدراج للهلاك. توالي النعم مع الكفر استدراج للهلاك عشان ما تقولش والجماعة الكفرة دولت ده عندهم نعم وعندهم اختراعات عظيمة وعندهم كذا وكذا وهم أكثر أموالا والأمور دي كلها. ربنا تبارك وتعالى ماذا قال في الكتاب الكريم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فالنعم استدراج من الله تبارك وتعالى وليس الدليل على رضا الله أو محبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء. رقم اثنين التذكير بالنعم يرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله عز وجل من العبد. رقم ثلاثة المعاصي هي سبب الفساد في الأرض. الغلا
اللي احنا بنعيشه الان ده عندنا هنا في مصر في بعض البلاد الاسلامية، كل ده سبب الذنوب والمعاصي، تسلط الجبابرة، تسلط هؤلاء الطغاة على المسلمين بسبب المعاصي والذنوب في الارض. هكذا اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، ده جالنا منين؟ كل هو من عند انفسكم بسبب ذنوبكم وبعدكم عن النبي عليه الصلاه والسلام. وزيك ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ايه بعد ايه؟ فتنه او عذاب اليم. والله عز وجل قال في كتابه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ايه اللي هيحصل لو امنا ورجعنا ربنا تبارك وتعالى؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله عز وجل أن يردنا ويرد المسلمين جميعا إلى دينهم مردا جميلا. آمين آمين يا رب العالمين. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.